يشدنوا أنه موضوع تركيب العدادات من قبل أصحاب المولدات الخاصة بعد مصر عليه وزارة الاقتصاد، ومفتشي الوزارة عم يعملوا جولات على عدة مناطق لحتى يتأكدوا إذا أصحاب المولدات عم بيركبوا هيدي العدادات، وإذا عندهم النية، اللي عنده النية واللي بلش يحضر حاله يمكن بعد ما بلش بالتركيب بيعطوه تقريبا مهلة 10 أيام، بس اللي مش ناوي يكون عم بيركب ورافض هذا الموضوع في ضبط، محاضر ضبط عم تنكتب بحقهم لهودي الأشخاص. وكان في تعميم أنه المواطن له دور بهذا الموضوع، أنتوا بأي منطقة كنتوا إذا لقيتوا أنه صاحب المولد مش راضي أنه يركب عداد، أنتوا بتقدروا تتصلوا بمصلحة حماية المستهلك وتتشكوا. تاني خبر بيتعلق بموضوع التوظيف العشوائي اللي ضجت في الدنيا بالفترة الأخيرة، في كتير عم ينحكى عن أرقام بال5000 وظيفة عشوائية أعطيت، في ناس عم بتقول أقل. لحسم هذا الموضوع التفتيش المركزي رح يبعث كتاب للمؤسسات العامة المعنية ويطلب منها توضيحات وجردات بالأرقام.